بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل محاضرتنا على الباثولوجي. الباثولوجي قصته بتبتدي إنه أي خلية نورمال سيلز، أوكي، في البني آدم الطبيعي، أي نورمال سيلز كان بي سبجكتد تو ستريس، يا إما إنها تتعرض لستريس أو إنها تتعرض لإنجري، يا إما إن في حاجة بتعمل لها ستريس، يعني بتتغير الظروف المحيطة بالخلية، وبالتالي الخلية بتعمل adaptations، بتحاول تتكيف لفترة معينة. لو الموضوع ده استمر هت will going to cell injury، هيحصل تلف في الخلية اللي هو ممكن يبقى mild، ممكن يبقى ايه سفير. المايلد ده بيبقى reversible، يعني ممكن يرجع تاني، بينما السفير بيبقى irreversible. ما معنى irreversible؟ معناته ان هو الخلية cannot be returned back to the normal اللي احنا بنسميه cell death، اللي هو ممكن يبقى نيكروسز او ابوبتوسز، ممكن يبقى نيكروسز او يبقى ابوبتوس. ما معنى الادابتيشن؟ It's a reversible changes in the size, number, phenotype, metabolic activity or function of the cell. الادابتيشن ده مرحلة تكيف، بتتغير فيه الخلية بطرق مختلفة، يا اما تتغير في الحجم، في السايز increased بنسميه هايبر اتروفي، او ان هو بتصغر بنسميه اتروفي، او بيزداد عدد الخلايا بنسميه هايبر بليزيا، او انها بتتغير من شكل طبيعي changes from normal cell type to another normal cell type اللي احنا بنسميها ميتابليزيا. اذا عندنا اربع فورم اوف ادابتيشن، يا اما الخليه تكبر يا تصغر يا تكتر في العدد بنسميها هايبر بليزيا، او انها تتغير من شكل لشكل اخر. هايبر اتروفي اهو الخليه الطبيعيه حصل انكريزنج في السايز وبالتالي بقت هايبر اتروفايد، اللي هو ممكن يحصل فيسيولوجيكال، ممكن يحصل باثولوجيكال، اي انكريزنج ورك لود، هرمونال، ايه هرمونال انديوست ده نورمالي، او ممكن يبقى ايه باثولوجيكال ديو تو ميني كوزز، في اسباب كتيره جدا ممكن في الاخر بتسبب باثولوجيكال ادابتيشنز، او ان الخليه او خلية ممكن يحصل لها حاجة تانية، يحصل لها حاجة اسمها اتروفي. ما معنى اتروفي؟ is a reduction on the size of the cells، الخلية بتصغر في الحجم عن الطبيعي، وبالتالي our organs and tissue it will be decreasing. الاتروفي ده ممكن كمان يبقى physiological، ممكن يبقى ايه pathological. physiological زي ايه؟ after puberty بيحصل اتروفي للثايمس، after delivery بيحصل relative atrophy of the uterus، after menopause كل الحاجات اللي كانت متعلقة بالريبرودكشن بيحصل لها كمان ايه decreasing في السايز. في pathological atrophy اكيد زي المصل اتروفي اللي ممكن يحصل لأسباب كتيرة جدا، decreasing workload، tumors، nerve supply، decrease blood supply، nutritional او endocrine stimulation، او لو اي problem في النيرف هتؤدي الى مصل اتروفي، اي blood supply هيؤدي الى muscle atrophy، endocrine stimulation decreasing هيؤدي الى ايه muscle atrophy، nutritionals muscle atrophy او decreasing workload it will be related. other form of adaptation اللي احنا بنسميها hyperplasia. ما معنى hyperplasia؟ ان الخلايا بيزداد عددها، اوكي، وبالتالي بيحصل increasing في size of the affected tissue or the organs. لما بلاقي hyperplasia it may be physiological او pathological also. physiological زي الهرمونال، اي انديوس او انكريزنج في الهرمون الانديوسنج، او اي كومبنسيشن، لو في بروبلم في وان لانج الثانيه هيحصل لها هايبر بليزيا، لو في بروبلمز اوف وان كيدنيز الثانيه هيحصل لها كومبنساتوري هايبر بليزيا، او ان الخليه تتغير من شكل طبيعي الى شكل طبيعي اخر اللي احنا بنسميها ميتابليزيا. ما معنى ميتابليزيا؟ A reversible transformation of the differentiated cells into another type of differentiated cells. أنا بتغير من خلية طبيعية متخصصة وظيفية لخلية تانية. ممكن يحصل في connective tissue، ممكن يحصل في epithelial tissue، ممكن يحصل في المصل، في النيرفس، في أي type of tissue. ممكن يتغير من types to types. أهو examples. أهو في البرونكاي بتاع الانسان الطبيعيه اللي هي اللونج برونكايال تريز، برونكايال تري، لو الانسان continuously stimulated by cigarette smoking هيتحول من ciliated columnar to squamous epithelium. البلادرز مع اي تروما inducing بيتحول من transitional ل squamous epithelium. الستمك او اللور بارت اوف اسوفيجس لو في chronic
stimulation of gastric acid that will be changes from squamous epithelium to columnar epithelium. الميتابليزيا دي هي ريفرسبل يعني ممكن يرجع طبيعي بس لو كونتينيو الستيمولس سواء سيجارت سموكينج اني تروما انديوسينج جاستريك اسيد ريفلكشن او اريتيشن هتكونتينيو وتتغير الخليه من خليه طبيعيه لخليه غير طبيعيه اللي احنا بنسميها ديسبليزيا يعني الخلايا دي ممكن كمان تتغير او لو في برلونجد هايبربليزيا او ميتابليزيا ممكن يتحول لديسبليزيا والديسبليزيا دي ممكن تتحول لهاي جريد ديسبليزيا وبعدين الهاي جريد ديسبليزيا بتتحول لكانسرز او مالجننت سيلز. ما معنى ديسبليزيا؟ ان الخليه الطبيعيه تغيرت لخليه غير طبيعيه. لو الستريس بيرزست هتتحول الديسبليزيا بعدين لكارسينوما. في اسباب كتيره جدا في كل اورجنز ممكن تؤدي في الاول لميتابليزيا وبعدين لديسبليزيا او نورمال ابيثيليوم وده ديسبلاستيك ابيثيليوم. ايه اللي خلاني اقول ان هو ديسبلاستيك ابيثيليوم؟ الخلايا حصل لها حاجه اسمها بوليمورفيزم. ما معنى بوليمورفيزم؟ في تشينجز في السايز وفي الشيب وكمان في البولاريتي او الاورينتيشن بتاع الخلية او this is the normal epithelium of the colon او intestine او dysplastic cells بقت hyperchromatic in nucleus. الديسبليزيا دي ممكن to involve lower part of the epithelium اسويها بسميها mild dysplasia. لو اخذت 2/3 بسميها moderate. لو اخذت whole thickness بسميها severe dysplasia. المايلد والمودريت ممكن يحصل return back to the normal بس السفير it will be going to invasive carcinoma. Okay.